بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم بدانة الدنيا دبي. انطلاقة سليمة لشوطنا التاسع في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، الشوط التاسع وهو الشوط الخاص بالحجاج الابكار لمسافة 3 كيلو مترات. انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق المتميز. والجزيرة من قادة المجموعة لعبد الله بن خلفان الرفيس الكتبي من تنطلق بالمقدمة، تليها مع المركز الثاني من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى التقدم في هذه اللحظات والقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من نخبة لمحمد بن علي بن غابش الوهيبي. المركز الثالث أرى هني الضبية للسيف بن عبد الله بن سيف الشافعي، ومع المركز الرابع التحديات من أغادير لعوض بن سعيد بن خيلة العامري. ننطلق مع المركز الخامس والقدوم من أسياد لأحمد بن عبد الله بن حمد الدرعي من يتقدم على مستوى المركز السادس، وأرى التسلل من نجد لسالم بن سلطان بن سالم النعيم. القدوم مع المركز السابع، ومع المركز السابع أرى التسلل في هذه اللحظات. ما شاء الله، نتابع فند لمحمد بن لمهنا بن حمد بن مية العفاري، بينما انطلقنا مع المركز الثامن بأرى القدوم أيضا من شعاع للسالم بن علي بن سعيد المشيقري، ومع المركز العاشر التحديات للضبية بشعار سيف بن عبد الله بن سيف الشافعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن لنعود مع الصدارة مع بداية هذا الشوط والتغيير، التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. شعاع قادة المجموعة انطلقت بناموس هذا الشوط مع إشراقة وأشعة صباح هذا اليوم. ما شاء الله، شعاع على الصدارة على المقدمة، سالم بن علي بن سعيد المشيقري، ولكن التسلل من هيجنة للسالم بن فاير بن خريبيش العويسي يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات مع سياد لأحمد بن عبد الله بن حمد الدرعي، والقدوم من الجانب الآخر السالمية تتسلل للسالم بن هدو بن سعيد العمري. ما شاء الله، ولكن السيل القادم بكل قوة، التحديات القادمة والأسامي اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن بنعود مع الصدارة مع هذا الرقص المتميز، مع هذا العرض المثير. هيجنا على الصدارة، انطلقت بناموس هذا الشوط سالم بن فايل بن خريبيش العويسي يقدم هيجنا، ولكن السالمية مع المركز الثاني لسالم بن هدوب بن سعيد العمري ينطلق على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الدوحة بشعار سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، والتسلل ارصد لي ما شاء الله الظفرة ناصر بن مسلم بن سالم الغفيري ينطلق، ومن الجانب الآخر شعار مايد بن أحمد الأخيلي، ولكن هيجنا على الصدارة. يرة الشوط انطلقت بناموس هذا الشوط واللحظات الأخيرة، ولكن أرى متعبة قادمة مع المركز الثاني أحمد بن مطر بن مايد الأخيلي لمايد بن أحمد بن مايد الأخيلي. اللحظات الأخيرة هيجنا، وأرى متعبة قادمة اللحظات الأخيرة، متعبة تتسلل في اللحظات الأخيرة. سلام، ولحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لمايد بن أحمد بن مألوسة مع المركز الثاني. تأتي أيضا هيجنة مع المركز الثاني بشعار أيضا وتحديات سالم بن فايل بن خليبيش العويسي. المركز الثالث انطلاقة الظهرة لناصر بن مسلم بن سالم الغفيلي. المركز الرابع التحديات أيضا من الوثبة لناصر بن منصور بن ناصر الغفيلي، ومع المركز الخامس
المركز الخامس تحديات الفايزة بشعار غانم بن محمد بن مبارك الاكتبي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة، ولكن في اللحظات الأخيرة فاجأتنا متعبة وانطلقت أيضا مع رجل الأمتار الأخيرة مايد بن أحمد الأخيلي، تاتي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 33 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. سلام رماح، سلام وسعدته صباحا مع الأداء المتميز، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هيجنة تاتي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 33 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن فايل بن خريبيش العويسي، واللي وصلت مع المركز الثالث الظفرة بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 34 ثانية بالوفائي والتمام. تهانينا لناصر بن مسلم بن سالم بن حميد الغفيلي، تهانينا للجميع والناموس.